السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي عالم المرأة. كنتمنى انكم تشجعوني بالاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وجيم الى عجبكم الفيديو. بالنسبة لوصفة اليوم غادي نديرو مع بعضياتنا حريشات معمرين بواحد الحشوة كتجي لذيذة بزاف. ولهاد الحريشات هادو غادي نحتاجو نص كيلو تاع سميدة رقيقة، شوية تاع الملحة، معلقه ديال السكر سنيده، معلقه ديال الخميره، خماره ديال الحلويات، ونص كاس تاع الزيت، كاس الماء. غادي نبداو نديرو الملحه سنيده، خميره والخماره، ونخلطو النواشف مع بعضياتهم. نديرو دابا نص كاس تاع الزيت، ونلبسو داك السميده، نلبسو داك الحبيبات كاملين بالزيت. نديرو دابا الماء، ولكن الماء على حسب كل سميده وكيفاش. كاينه اللي كتشرب، بالنسبه ليا انايا نشوفو شحال غادي نحتاجو. دابا درت كاس، كنحس انها مازال خاصها الماء. غادي نزيدها عاوتاني نص كاس، غادي نزيدها، يعني جاتني تقريبا جوج الكيسان. بالنسبه للعجينه ما تكونش يعني قاصحه وما تكونش رطبه عاوتاني بزاف، يعني هكا. ونخليوها ترتاح واحد 15 دقيقة حتى 20 دقيقة بما نحضروا الحشوة. ولهاد الحشوة هادي كنحتاجو البصلة مقطعة شرائح، علبة ديال الطون اللي زولنا ليها الزيت، والزيتون أسود حيدنا له العظم، وشوية الزعتر، شوية الملح، وشوية زيت زيتون. غادي ناخدو البصل وشوية تاع الزيت زيتون، ونشحروهم ونرجعو. بالنسبه ليا انايا صافي شحرتها هنايا، وزدت ليها الملح ملي كنت كنشحرها. غادي نديرو دابا الطون من بعد ما طفينا عليها، ونديرو الزيتون والزعتر، كيبقى اختياري على حسب الا كان كيعجبكم يعني المذاق ديالو نديروه. صافي كنبقاو نخلطو، الحشوه ديالنا جاهزه، يعني ساهله وزوينه. هنا بالنسبه هنايا نوريكم كيفاش يعني كنشكلوا داك الحرشات ديالنا. غادي ناخذوا واحد الكميه بسيطه هكا، يعني صغيره، كويره صغيره هكا، ونديروا الحشوه ديالها شويه، الحشوه ديالنا الوسط، ونسدوا عليها وندردروها بشويه سميده رقيقه. وواحد ناخذوا واحد الغلاقه ديال الشوكولات اللي كتكون عندنا، العلبه ديال الشوكولات هي باش غادي يبقاو يعني نديرو بها باش تجينا يعني متساويه، باش يجيونا يعني كاملين نفس القياس، ما تجيش وحده كبيره وحده صغيره. صافي وغادي نستمروا هكا حتى تسالاو الكميه ديالنا كامله. صافي ها هي، من بعد ما شكلتهم كاملين غادي ندوز دابايا باش نطيبهم في مقله ثقيله، كنطيبوهم على الجوانب، لجوج جوانب يعني حتى كيتحمروا. صافي وهذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا، كتجي زوينه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في الكومونتير وتكتبوا لي كيفاش جاتكم. وكنتمنى انكم تشجعوني في القناه ديالي، وانكم ما تبخلوش عليا باللايك، وتكونوا أوفياء ليا، وشكرا.